مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الفقرة التفاعلية وأحدث ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا المختلفة مع كريمة. صباح الخير يا كريمة. صباح النور مجددا. صباح الخير مرة ثانية. إيش هاشتاج اليوم؟ طبعا النهاردة أنا شايفة الناس كلها بتتكلم في الزحمة والمدارس وكده، ومناسبة العام الدراسي الجديد الحقيقة احنا هنتكلم عن الأم. الأم؟ قبل شوية كنا نتكلم عنها مع الدكتور جمال، أنه كيف تهيئ ابنها لو كان أول يوم إلى دراسة، وأنا شفتك طبعا تتحدثين مع حمزة والمعاناة. يا ابني قوم، لا أنا نايم. مش أنا قال لك إيه الكلمة دي؟ عندي دماغي وجعاني. هنا بينزل بدري قوي، فقبل ما هو ما مش فايق مش فايق أنا مش فايق. عموما احنا حابين طبعا، ورواد تويتر بيتكلموا عن الأم، لأن هي يعني معلش مع احترامنا للأبهات هي أول خط بيعاني في المدرسة، في الصحيان صحيح. بدري والسندوتشات والمذاكرة وما إلى ذلك. قول لي كلمة تقولها لمامتك يا عمر. التحية وصباح الخير يعني حقيقة شكرا ان انتم تتيحون يعني هذه الفرصة لي ان انا اوجه كلمة لامي، مش عايز اطول واخذ من وقت البرنامج، لكن حقيقة هقول لها كلمتين. الكلمة الاولى انا اسف، والكلمة الثانية شكرا. انا اسف وشكرا، وما بين الكلمتين الكثير من صحيح. المشاعر طبعا. انا بقول لامي ربنا يخليكي ليا طبعا ويطول لي في عمرك، ومهما حاولت الكلمات ان تصف الام وتضحياتها وحبها لابنائها لن تكون كافيه. الام طبعا هي الحنان كله الذي لا ينضب، والكتف الذي لا يشكو، والحصن الذي لا يمكن ان يخترقه ايا من كان للنيل منك. حافظوا على امهاتكم وامهاتكم ان كنا على قيد الحياه، وطبعا وادعوا لهن بالرحمه ان كنا قد رحمنا. تعالوا نتابع تغريدات رواد تويتر على هاشتاج أمي نصف روحي. نعم. سيف قال، بصوا التويتة بتاعت سيف، لأن أنا شخصيا وأنا بقراها أنا دمعت. قال أمي سجلت أكتر من 65 كتاب بصوتها من المرحلة المتوسطة إلى تخرجي من الجامعة لأني كفيف. أوه. هل يكفي أقول لها كل عام وأنت بألف خير؟ كلنا طبعا يعني بنهنيك على أمك طبعا ونوجه لها التحية. نعم. أما عبدالله قال نشر صورة لسندويتش وعلق اليوم يومي الأول في وظيفتي كطبيب، ولا تزال أمي تعد لي الفسحة الفطور يعني. حفظ الله أمي وأمهاتكم. في حساب اسمه تمبلر نشر صورة وعلق عليها وقال واحد يصور أمه وهي تتبعه بنظراتها بعد خروجه للعمل الساعة 5 صباحا، تذكر أنه لا يوجد شخص يحبك ويخاف عليك ويهتم فيك أكثر من أمك. أمنا كتبت أمي نصف روحي، بل هي روحي جنتي راحتي، يا رب اسعد قلبها وأرح بالها وحقق كل أمنياتها واطرح العافية في جسدها، يا الله أحبك يا جنتي. يعني تحية لكل الأمهات حقيقة يا كريم، تحية لك أنت كأم. شكرك. الأمهات يعني معانا صبرا تحدا ونجحا حقيقة في تربية أولادهم، وتبقى هي القلب الحنون. مع احترام طبعا لكل الأبهات، لكن يبقى الرحمة شيء مختلف. طبعا مش عايزين الأبهات يزعلوا مننا، مش هنغفل لا طبعا، لكن دورهم طبعا يعني. الأم دائما مثل ما قلت لك هي تبقى في الواجهة حقيقة. بالتأكيد. وبمناسبة الدراسة طبعا خافوا بقى من الأسلحة الأمهات بتستخدمها يا جماعة في المذاكرة كده، ونذاكر بالراحة. لكل برج صفاته اللي بتميز صاحبه عند القدوم للارتباط، يعني رغم التكنولوجيا ورغم كل حاجة، بس في ناس كتيرة جدا بتركز برضو في الأبراج. عند القدوم للارتباط بشخص بيلجأ البعض إلى معرفة صفات برجه في الفيديو القادم. صفات مميزة لأنثى أحد الأبراج صاحبة هذا البرج هي حلم لكل رجل. من هي؟ تعالوا نتابع. القوس يا جماعه ما بحبش اتكلم عن نفسي الحقيقه، متشكرين. انت القوس؟ رغم تضارب الانباء عن الموعد الرسمي لطرح البومها الجديد، طرحت السيده فيروز رسميا اول امس البومها الجديد ببالي في المتاجر الالكترونيه بعد انتظار دام 7 سنوات. بيضم الالبوم 10 اغنيات، طرحت منها فيروز 3 اغنيات منفرده. احتفل طبعا جمهور جاره القمر بالالبوم الجديد. تعالوا نتابع. كتب يحيى بيقول بدايه فصل الخريف وبدايه سنه هجريه جديده مع البوم فيروز الجديد ببالي.
أما محمد قال ألبوم السيدة فيروز في غاية الروعة والعظمة. هيدي هي فيروز اللي بنعرفها، وكل حدا عم ينتقد ويتحجج باللحن أو الكلمات بيكون مغفل ونقطة على السطر. حساب جار القمر قال ألبوم ببالي تاج على رأس الفن، وجوهرته اللي مرصعته برأيي هي أغنية حكايات كتير للسيدة فيروز. أما سارة قالت صباح الخير فيروز، نزلت ألبوم جديد ومش هيبقى فيه خبر النهاردة أحلى من ده. بالتأكيد يعني طبعا لازم كلنا نتابع ونسمع ألبوم فيروز، أو كل ألبوم أو كل أغنية حتى لو كان سينجل للفنانة فيروز لها بداية وليس لها نهاية. صحيح، يعني عشق لين ده اسمعها على مر السنة، شوفي هذا الألبوم بعد 10 سنين و20 سنة هيفضل مكمل ويفضل عايش معنا، وده روعة طبعا صوت السيدة فيروز. من فيروز لشمس الأغنية نجوى كرم، واللي نشرت عبر حسابها الرسمي على الانستغرام مقطع فيديو طريف وعفوي ظهرت فيه نجوى وهي تتجول في أحد الأسواق الشعبية بتتناول الحلوى العربية والشرقية بطريقة عفوية وشعبية وشهية. تعالوا نتابع. كنا بالسبسلية صرنا بيه كنا بالسبسلية صرنا بالفستيفال عملنا عشاء. ومشاهدينا الكرام إلى هنا بتنتهي فقرتنا، بنستقبل مشاركتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. بنشكر لكم المتابعة، نرجع لعمر واستكمال يوم جديد آخر فقراتنا. خليكم معنا. إليك عمر، شكرا كثير.